أهلا بكم. قال برنامج الأمم المتحدة الإنمائي إن 8 ملايين من اليمنيين فقدوا دخلهم المادي بسبب تصاعد الصراع المسلح في اليمن. يأتي هذا التصريح في وقت حذر فيه رئيس بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر من أن الصراع في اليمن قد اتخذ منحا خطيرا بشكل فاق كل التوقعات، ما جعل التوصل إلى حل سياسي أمرا صعب المنال. في هذه الحلقة من زوايا الحدث نقف عندما سبق لنناقشه في محورين: مستقبل حل الأزمة الإنسانية والسياسية في ظل تزايد وتيرة الصراع، وماذا يمكن أن تقدمه المنظمات الدولية لتجاوز الأزمة الإنسانية. لم تتوقف إذن التحذيرات الدولية عن كارثية الوضع في اليمن، فما بين يوم وآخر تعود لتتحدث عن حجم التدهور الذي اعترى المشهد الإنساني ووصوله لمستويات لم يسبق لها مثيل في العالم. التصاعد في أرقام الضحايا واتساع دائرة الفقر وتراجع دخل الفرد إلى مستويات متدنية كان العنوان الأبرز في شكل الأزمة التي حذرت منها الأمم المتحدة وعدد من المنظمات الدولية في آخر تقاريرها. وبين أزمات لم تتوقف ودمار شمل كل المنطقة وضحايا تزيد أعدادهم كل يوم، ما يزال أفق الوصول إلى التسوية السياسية غير واضح قياسا بحجم هذه الأزمات. نتابع وإياكم التقرير التالي ومن ثم نعود لبدء النقاش مع ضيوفنا. تتوالى التحذيرات الأممية والدولية من خطورة الأوضاع الإنسانية في اليمن ووصولها لمستوى غير مسبوق عالميا، غير أن تلك التحذيرات لا تتجاوز وسائل الإعلام ولا يستمع إليها من تسببوا بانهيار الدولة. أرقام الضحايا في ارتفاع متزايد، بينما تتدنى قيمة الأفراد بسبب ارتفاع وتيرة العنف وانتشار الأمراض والأوبئة، مصحوبة بحالة فقر وجوع لم تسجل في مناطق الصراع الأخرى في العالم. إزاء تفاقم الأوضاع أعلن رئيس بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في اليمن ألكسندر فيت أن الصراع في اليمن اتخذ منحا خطيرا بشكل فاق كل التوقعات، ما جعل التوصل إلى حل سياسي أمرا صعب المنال. المسؤول الدولي قال إن التوصل إلى هدنة بين جميع الأطراف هو وحده ما يمكن أن يؤدي إلى توقف معاناة اليمنيين الذين ترتفع في أوساطهم أعداد القتلى يوما بعد آخر. الأرقام المفزعة التي يتم إرسالها من اليمن تقول إن الوضع كارثي، حيث فر نحو 2 مليون شخص من البلاد، فيما يرزح 80% من الشعب تحت رحمة المساعدات الدولية. الأمم المتحدة وعبر منظماتها المختلفة أصدرت أكثر من بيان حالة حول ما وصل إليه الوضع الإنساني في اليمن، وذكرت أحدث بياناتها أن 8 ملايين من اليمنيين فقدوا دخلهم المادي، ما أدى إلى أزمة غير مسبوقة في بلد كان بالفعل الأفقر في المنطقة العربية. لم تعد الأرقام تمثل هاجسا مقلقا إلا في بيانات المنظمات، فيما تتجاهل الدول الكبرى المشرفة على التسوية السياسية في اليمن تلك المؤشرات، وتفضل البحث عن حلول تتناسب وقياس مصالحها وتحالفاتها في المنطقة بعيدا عن الحسابات الإنسانية والأخلاقية. لا يمكن القفز إلى تسوية سياسية مباشرة من وسط هذا الدمار، وهذا ما لا يدركه المبعوث الأممي والأطراف التي تدعو لعودة المسار السياسي قبل توقف الحرب التي باتت أحد أبواب التكسب والإثراء للعديد من أمراء الحرب الذين باتوا يمثلون تحديا إضافيا في وجه السلام. إذن أجدد ترحيب بكم مشاهدينا الكرام، كما أرحب بمن انضمت إلينا الآن من القاهرة ريم ندى المتحدثة باسم برنامج الغذاء العالمي. أهلا بك بداية أستاذة ريم. أهلا أهلا بكم. إذن أرقام جديدة تقدمها الأمم المتحدة حول الوضع الكارثي في اليمن، هناك تحذيرات من تدني الدخل، ارتفاع نسبة الفقر والمجاعة. إذا ما تحدثنا عن الإحصائيات الأخيرة، ما هو جديد هذه الإحصائيات سيدة ريم؟ طبعا هي هذه الإحصائيات لم تأتي بجديد، هي ليست إحصائيات جديدة، ولكن هو تدهور في بعض الأرقام التي كانت أصلا موجودة. فهناك مثلا بالقياس كان هناك حوالي
18 مليون شخص بحاجة إلى المساعدات الإنسانية في اليمن. الآن ارتفع العدد إلى 20 مليون شخص بحاجة إلى المساعدات الإنسانية على أنواعها. طبعا هذا هو تدهور كبير. في يعني العامين الماضيين، العامين ونصف تقريبا الماضيين، أخذ الوضع الإنساني في اليمن في التدهور، بالرغم من وجود المنظمات الإنسانية التابعة للأمم المتحدة وغيرها العاملة باليمن، والتي تساعد وتلبي الاحتياجات الكبيرة والمتزايدة في داخل اليمن، ولكن الوضع في تدهور بوتيرة سريعة أسرع مما يمكن للمنظمات الإنسانية تداركه. فبرنامج الأغذية العالمي كان قد بدأ بمساعدة 5 ملايين شخص، الآن أو الإعلان عن مساعدة 5 ملايين شخص، الآن وصلنا إلى، بدأنا بثلاثة ملايين، ثم الآن وصلنا إلى 6 ملايين. كان في الشهر الماضي تم توزيع مساعدات غذائية إلى 6 ملايين شخص، فطبعا الاحتياجات متزايدة. كما ذكر التقرير هناك مشكلة الرواتب، فهناك موظفين لم يتلقوا رواتبهم لمدة 10 أشهر منذ سبتمبر الماضي. هذه مشكلة كبيرة أثرت على ملايين اليمنيين، فهم يعني ليسوا فقط شخص واحد لم يتلقى راتب، ولكن عائلة بأكملها ليس هناك لها دخل. طبعا مشكلة كبيرة تفاقم المشكلات المتراكمة على اليمن. طبعا طيب في خضم هذا التدهور جميعه، ونحن نتحدث عن ارتفاع يعني التدهور الحالة في اليمن إلى حد ما ارتفعت فيه يعني بشكل احتاج 2 مليون إضافيين للمساعدات، من 18 مليون كما تفضلت إلى 20 مليون. برنامج الغذاء العالمي أمام ذلك، هل يعني يتمكن من احتواء هذه الأزمة أو جزء من هذه الأزمة على الأقل؟ طبعا هو يعني برنامج الأغذية العالمية حتى الآن تمويله، نحن فقط التمويل الذي يلزم البرنامج لتلبية الاحتياجات الغذائية في اليمن فقط حصلنا على أكثر قليلا من 40% من التمويل الذي نحتاجه حتى شهر يناير القادم، لمدة 6 أشهر قادمة. ولذلك يلجأ برنامج الأغذية العالمية إلى ترتيب الأولويات، فهناك يعني المساعدات تذهب إلى من يحتاجونها ولا يستطيعون العيش بدونها. فنحن نتحدث عن 6 ملايين شخص في الشهر الماضي، نصف هؤلاء تقريبا حصلوا على مساعدات غذائية تكفي احتياجاتهم كاملة 100% من احتياجاتهم الشهرية، ولكن النصف الآخر تلقى 60% من احتياجاته الشهرية نظرا لنقص تمويل البرنامج. فنحن لا نستطيع يعني تسليم مساعدات غذائية بسبب نقص التمويل هؤلاء الأشخاص. نعم طبعا. طيب أنت تتحدثين عن وصول أكثر من 40% من احتياجات البرنامج حتى شهر يناير القادم، ما هو حجم المفقود أو ما حجم المساعدات التي لم تصل أو التمويل الذي لم يصل إليكم بعد؟ حوالي 340 مليون دولار أمريكي. 340 مليون دولار أمريكي. طيب أستاذ ريم، يعني عندما نتحدث على أن 100% هناك من حصلوا على 100% من حجم احتياجاتهم الشهرية، و60% وآخرون حصلوا على 60% من هذه الاحتياجات، نحن نتحدث عن شريحة من اليمنيين كم تقدر عندما نتحدث عن هاتين الشريحتين؟ يعني عددهم؟ نعم أعدادهم. هما 6 ملايين شخص تلقوا مساعدات غذائية من البرنامج. البرنامج يستهدف الوصول إلى 7 ملايين شخص. في الشهر الماضي وصلنا إلى 6 ملايين شخص، وهذا رقم غير مسبوق بالنسبة للبرنامج. في 4 أشهر الماضية كان معدل وصول البرنامج حوالي 5.5 تقريبا أو 5 ملايين شخص كمعدل للـ4 شهور الماضية، ولكن الشهر الماضي تمكنا من الوصول إلى 6 ملايين شخص. طبعا نظرا يعني يتحكم كثيرا في هذا، أولا توفير وفرة التمويل، لأن هناك أموال
إذا نستطيع شراء الأغذية، ولكن هذا يستلزم شهور حتى تصل هذه الأغذية في داخل اليمن. فنحن نعمل يعني كما نقول من الشاحنة للأفواه مباشرة. هذه عملية إغاثية طارئة، ليس هناك مخزون من التمويل وليس هناك مخزون كبير من الأغذية في داخل اليمن. فالأغذية بمجرد أن تصل إلى الميناء أو تصل إلى الموانئ اليمنية يتم مباشرة توزيعها على المدن اليمنية المختلفة. طيب الآن عندما نتحدث عن الفترة الماضية وأنتم قد زرتم وشهدتم الوضع في اليمن، يعني سمعنا من قبل الصعوبات التي تواجهكم، لكن أريد أن أفهم الآن بتقديركم، هل يمكن القول إن الوضع في المدن الأكثر احتياجا يمكن فيها أن تحل الأزمة الإنسانية إذا ما استمرت وتيرة التمويل ووتيرة المساعدات الإغاثية على ما هي الآن؟ هو طبعا المساعدات الغذائية هي بمثابة تضميد للجراح، هي لا تعالج المشكلة من أساسها. طبعا هناك يعني هذه مشكلة سياسية يستلزمها حل سياسي حتى نقول أننا تغلبنا على المشكلة في اليمن. ولكن ما يفعله برنامج الأغذية العالمي هو توصيل مساعدات غذائية للأشخاص الأكثر فقرا والذين يحتاجون هذه المساعدات. بدون هذه المساعدات هم ليس لديهم شيء آخر. في المدن الأكثر تأثرا خاصة يعني في حجة، في الحديدة، في تعز، المدن أولا التي هي يعني في قلب الصراع، وأيضا المدن التي تأثرت من الصراع، هي مدن في قلب الصراع وتأثرت من الصراع اقتصاديا، فهي مدن تعتمد على الزراعة، غلقت المزارع نظرا لنقص الوقود، عدم نقص الوقود، وبالتالي ليس هناك قدرة على تشغيل مواتير الري مثلا. بالنسبة للصيادين هم لا يستطيعون الصيد بسبب أن الوضع الأمني متدهور جدا على السواحل اليمنية. هناك الأشخاص الذين لم يستلموا رواتبهم، هناك المزارع التي غلقت وفقد عمال المزارع أشغالهم. وأيضا هذا العام يعني كما رأيت في اليمن هو المطر أقل بكثير من الأعوام السابقة، فليس هناك مطر، ليس هناك وقود للمزارع. كان هناك إحصائية في العام الماضي تقول أن اليمن فقدت أو أن المساحة المزروعة في اليمن هي 40% مما كان قبل الأزمة، نظرا لأزمة المدخلات الزراعية وكل هذه الأشياء التي أثرت على الثروة الزراعية إلى تدهور هذا الوضع. إذن أشكرك أستاذة ريم ندى المتحدثة باسم برنامج الغذاء العالمي، كنت معنا عبر الهاتف من القاهرة. ينضم إلينا الآن مشاهدينا الكرام من تعز المحلل السياسي الأستاذ باسم الحكيمي. أهلا بك أستاذ باسم. أهلا وسهلا أخي كريم بك ومشاهدين قناة بلقيس الفضائية. حياك الله، أهلا بك أستاذ باسم. إذن إحصائيات تكشف إلى تدهور كبير للوضع الإنساني في اليمن. تتحدث ريم ندى المتحدثة باسم برنامج الغذاء العالمي قبل قليل عن الوضع بالنسبة للمزارعين، بالنسبة للصيادين، وتتحدث أيضا أن ارتفاع حاجة من يحتاجون إلى مساعدة في اليمن من 18 مليون إلى 20 مليون. دعنا بداية نتحدث عن الأزمة، عن هذا التدهور في الوضع الإنساني، عن التحذيرات الدولية المتعددة. هل يمكن القول أن الأزمة باتت الآن في أن اليمنيين باتوا في طريق مسدود الآن؟ نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحقيقة من خلال التقارير الأممية المتعلقة بالوضع الإنساني في اليمن، فيعني الوضع كارثي بكل ما تعنيه الكلمة. يعني هناك يعني وضع إنساني سيء للغاية على كل المستويات، انهيار في النظام الصحي، في النظام التعليمي، في نظام الخدمات، في الأمن الغذائي. يعني الوضع صعب للغاية. يعني عندما تصدر تقارير دولية بمثل هذه الأرقام تقول أن 20% صحيح يعانون من انعدام الأمن الغذائي، يعني هذا تقرير مبزع للغاية، وهو مؤشر وترمومتر على أنه فعلا الوضع الإنساني قد بلغ الذروة، وأنه فعلا الآن على المجتمع على الأمم المتحدة باعتبارها متخصصة في مسألة الأوضاع الإنسانية في البلدان والشعوب
أن تتحمل مسؤولياتها وأن تقوم بتنفيذ برامجها في اليمن فيما يتعلق بالوضع الإنساني. لكن للأسف الشديد أنا في اعتقادي هناك تخبط في سياسة الأمم المتحدة في اليمن، يعني عدم فصل المسار السياسي عن المسار الإنساني والعسكري هو الذي أظهر يعني فاقم من معاناة اليمنيين وأظهر الوضع الإنساني بهذا الشكل الذي نراه الآن. الأصل أن يكون هناك يتم فصل المسارين، بمعنى أن المسار الإنساني يكون مقدم على كل المسارات، لكن للأسف الشديد يعني المتابع لتفاعلات الأحداث في اليمن يرى أن الأمم المتحدة تريد أن تغطي الانقلاب في اليمن عن طريق إثارة الرأي العام الدولي في الوضع الإنساني في اليمن، وفي محاولة منها لفرض تسوية سياسية مشوهة يعني تشرعن الانقلاب ويعني تشرعن انقلاب الحوثيين على الدولة من خلال الضغط في هذا الملف الإنساني. والأصل والوضع الطبيعي أن الأمم المتحدة يعني وفقا لأدبياتها وفقا لجنتها أن تقوم أولا بمعركة الوضع الإنساني بمعزل عن المسار السياسي والعسكري، ثم بعد ذلك يتم الحديث عن الملفات الأخرى. لكن ربط هذا الملف من قبل الأمم المتحدة بالملف السياسي بمعنى أنها لا تحرز أي تقدم في هذا الملف إلا إذا مربوطة في الملف السياسي، وهذا هو ما زاد من المعاناة الوقت في اليمن. يعني وكذلك عدم وجود الشفافية على أداء الأمم المتحدة والمبالغ التي تستلمها الأمم المتحدة من الدول المانحة للوضع الإغاثي في اليمن، عدم وجود الشفافية وعدم وجود رقابة عن آلية الإغاثة من قبل الأمم المتحدة هو ما ساهم في هذا الوضع، لأنه يعني لا ندري هناك مبالغ ضخمة تستلمها الأمم المتحدة من المانحين يعني من اليمن. ولكن عندما نقارن هذه المبالغ الكبيرة جدا ونرى حجم المواد الإغاثية والترتيبات الوضع الإنساني في اليمن نجدها لا تتناسب مع ما تستلمه من مبالغ ضخمة، وبالتالي هذا يعني الأمم المتحدة تتحمل مسؤولية كبيرة جدا تجاه الوضع في اليمن بسبب سياستها المتخبطة والغير واضحة وعدم فصلها في الأجندة بين الملف السياسي والملف الإنساني. وإلا الوضع أنه الآن يعني لا ينبغي أن يستغل الوضع الإنساني من قبل الأمم المتحدة لإثارة الرأي العام لمحاولة فرض تسوية سياسية خارج أسس ومرجعيات التفاوض المتفق عليها. الوضع الإنساني يتم معاركته بمعزل عن الوضع السياسي والعسكري، يعني هناك مناطق يعني محررة وهناك مناطق يعني آمنة جدا، لماذا لا تدخل إليها المساعدات الإنسانية من قبل الأمم المتحدة؟ يعني طالما أنه أن يعني هي أحيانا هم يتحججون يقولون أن هناك مناطق سماح ومناطق فيها اشتباكات وما إلى ذلك، وبالتالي لا يستطيعون عملية إغاثة الناس وتوزيع السلع الغذائية وما إلى ذلك. لكن يعني في هذا السياق أستاذ باسم، يعني الصليب الأحمر وعدد من المنظمات الدولية في آخر تقاريرها قالت إن الصراع في اليمن فاق كل التصورات وإن الحل السياسي صار أمرا صعب المنال. هذا بالنسبة للصليب الأحمر تحديدا. هل بالإمكان القول أن هذه التوقعات تنذر بنوع من الكوارث القادمة على الصعيد الإنساني؟ بالضبط، هذه التقارير هي تقارير يعني مبنية على معلومات من الميدان، وفعلا نحن أمام كارثة حقيقية إن لم يتم ترتيب الأولويات لدى الأمم المتحدة وخصوصا في الوضع الإنساني. نحن مقدمين على كارثة في كل المستويات، يعني الآن نتحدث عن مناطق كبيرة جدا لا تصلها المواد الإغاثية ولا تصلها يعني أبسط مقومات الحياة يعني. وبالتالي تفاقم هذا الوضع وعدم قيام الأمم المتحدة بمسؤولياتها الأخلاقية يعني وفقا لما التزمت به، هذا يفاقم الوضع. وكذلك ربط هذا الموضوع ربط الأمم المتحدة الموضوع الإغاثة الإنسانية بالوضع السياسي، هذا أمر في غاية الخطورة وأمر يعني غير صحيح جدا. الأصل أن يكون هناك برنامج للإغاثة بمعزل عن الوضع السياسي. صحيح هناك انسداد في مسار العمل السياسي في اليمن، الحديث عن سلام في اليمن في ظل المعطيات السياسية وفي ظل يعني صعب للغاية، لم تتوفر الأرضية السياسية الصلبة التي من خلالها فعلا يمكن أن ننتج تسوية سياسية حقيقية هي معاناة الشعب اليمني وتوقف الحرب. إذا طالما لم تتوفر الأرضية السياسية الصلبة والشروط الموضوعية لإنجاز تسوية سياسية شاملة في اليمن، ينبغي على الأمم المتحدة أن لا تنشغل يعني أن لا تغطي الوضع السياسي أكثر من الوضع الإنساني. ينبغي التركيز أولا على الوضع الإنساني وكذلك يعني التركيز على المسار السياسي، لكن الاهتمام والأولوية يعني ينبغي يكون تراتبية في الأولويات، ينبغي أن يكون الاهتمام في الوضع الإنساني. جميل تقول أن جميل طيب، في هذه النقطة تحديدا أستاذ باسم دعنا أرجو أن تتفضل بالبقاء معنا، ودعنا نرحب بمن انضم إلينا الآن من صنعاء الأستاذ عدنان حزام المتحدث باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر من هناك. أهلا بك أستاذ عدنان. إذن هناك تحذيرات عديدة تطلقها اللجنة الدولية للصليب الأحمر،
عندما نتحدث على أن الصراع في اليمن أو يصرح يعني في الصليب الأحمر يصرحون أن الصراع في اليمن فاق كل التصورات وأن الحل السياسي صار أمرا صعب المنال، هل بات الصليب الأحمر ضائقا من الوضع ومما يرى من أزمة إنسانية في اليمن؟ أعتقد تصريحاتنا في اللجنة الدولية للصليب الأحمر وكذلك بياناتنا واضحة بما يخص الوضع الإنساني في اليمن. نعم، نحن كمنظمة موجودة في اليمن وعلى أرض الواقع نتلمس الوضع الإنساني السيء للغاية في ظل انهيار القطاعات الخدمية وعلى رأسها القطاع الصحي وكذلك في مجال المياه وغيرها من الأساسيات والخدمات الأساسية التي يجب أن توفر لكل اليمنيين. نحن نأمل أن يكون هناك حل سياسي ينهي معاناة اليمنيين، ولكن في الوقت الحالي وكمراقب ومن خلال المؤشرات والمعطيات الموجودة حاليا التي يراها الجميع لا يوجد هناك أفق للحل السياسي، ولكن ما ندعو إليه كمنظمة إنسانية ومنها اللجنة الدولية للصليب الأحمر أن يكون هناك تركيز كبير جدا على الجانب الإنساني، ولا أن لا يغفل، وأن يكون هناك دعم كبير جدا في هذا الجانب من أجل توفير تلك الخدمات التي عجزت أو لم تستطع اليمنيين الحصول عليها. فدور المنظمة الإنسانية من خلال الدعم الدولي والحشد كذلك المزيد من المساعدات سيساهم في التخفيف وليس الإنهاء المعاناة. فيجب أن نكون هنا صريحين، نحن كمنظمة إنسانية لسنا بديلين عن الدولة، نحن نقوم الآن بما نستطيع بجهود متواضعة من أجل التخفيف عن معاناة ملايين اليمنيين. هناك أكثر من 3 مليون نازح، هناك أكثر من ملايين اليمنيين يعتمدون في الوقت الحالي على المعونات وكذلك المساعدات التي نقدمها وغيرنا من المنظمات الإنسانية الأخرى في جميع المجالات وعلى وجه الخصوص في المجال الصحي والغذائي. نتمنى من الجميع أن يكون هناك نظرة إنسانية وأن يكون هناك جهود إنسانية كبيرة جدا للتخفيف من معاناة اليمني إذا لم يكن هناك أي حلول تنهي المعاناة بشكل نهائي. طيب أستاذ عدنان، يعني تحدث رئيس البعثة أن المدنيون لا يموتون جراء الصراعات والقصف المكثف فحسب، بل أيضا نتيجة عوامل غير مباشرة تنامت من يعني بسبب طول أمد الحرب. ما هي هذه العوامل وهل يتبنى الصليب الأحمر نوع من الخطة لمعالجة هذه العوامل؟ أعتقد الصراع الدائر في اليمن أثر على جميع مناحي الحياة سواء الاقتصادية أو الصحية أو الغذائية، فهذه الجوانب فإذا لم يكن هناك استهداف مباشر للمدنيين أو الاعتداء عليهم، هناك آثار تلك النزاعات أثرت على الجانب الاقتصادي. هناك ملايين من تركوا وظائفهم، هناك مرتبات لم تدفع حتى اللحظة لأكثر من 10 أشهر، هناك وضع أمن غذائي سيء، إن وجدت المواد لا يستطيع اليمني البسيط أن يحصل عليها، المواد وخاصة المواد الغذائية والأساسية لقوة يومه. نتمنى أن يكون هناك مضاعفة في الجهد الإنساني في اليمن. نحن بالنسبة لنا في اللجنة الدولية للصليب الأحمر نحاول من خلال تدخلاتنا الإنسانية البسيطة سواء في المجال الصحي أو الإغاثي أو غيرها من المجالات من التخفيف. نحن خلال العام الماضي ساهمنا في مساعدة أكثر من 3 مليون يمني في مختلف المجالات. نحن الآن نحاول من خلال حتى زيادة ميزانيتنا في اللجنة الدولية للصليب الأحمر التي كانت في حدود 45 مليون دولار، الآن أصبحت وصلت إلى 100 مليون دولار. نحاول من خلال تلك التدخلات أن نخفف من المعاناة وليس إنها. أشكرك إذن الأستاذ عدنان حزام المتحدث باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر في اليمن، ونعود بعودة أخيرة إلى الأستاذ باسم الحكيمي. أستاذ باسم، إذن سمعت ما تفضل به الأستاذ عدنان حزام من تفاقم للوضع ومن صعوبات أيضا يواجهونها، ما الذي يمكن أن تقوم به المنظمات الأمم المتحدة في سياق الحل السياسي، خصوصا أن يعني هي تتبنى موضوع الحل السياسي وأيضا هناك تصعيد ميداني أحيانا يبدو كل فترة وأخرى يعيق هذا الحل؟
اليوم على الأمم المتحدة طالما أنها دخلت طرف أساسي في المعادلة السياسية عليها أن تضغط على ميليشيات الحوثي باعتبارها هي المقوض والمعرقل لعملية التحول السياسي في اليمن، وهي المقوض للسلام في اليمن، وبالتالي عليها أن أولا أن تهتم بالجانب الإنساني وفقا يعني وفقا لما هو متفق، ثم بعد ذلك يكون هناك ضغط على ميليشيات الحوثي باعتبارها أنه من خلال جولة المفاوضات السابقة التي عقدت ابتداء من بيل ثم الكويت كانت ميليشيات الحوثية الطرف المقوض للعملية السياسية، وبالتالي عليها أن تمارس ضغوطا على الميليشيات الحوثية حتى ترغمها بأن تقدم تنازلات سياسية وأن يكون هناك سلام دائم يفضي إلى 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 معالجة كل المشاكل في اليمن ومن ضمنها المشاكل الوضع الإنساني. أما أن تظل يعني الأمم المتحدة تتعامل بهذه الضبابية تجاه ميليشيات الحوثي ولا تمارس ضغوط حقيقية على هذه الميليشيات، فأعتقد أن إمكانية التوصل إلى حلول صعب للغاية، وعدم التوصل إلى حل سياسي في اليمن معنى ذلك أن الأزمة في اليمن ستظل مشتعلة على كل المستويات، على المستوى السياسي، على المستوى العسكري، على المستوى الإنساني، وبالتالي المدخل هو الحل السياسي. الحل السياسي لن يأتي، لن يتأتى إلا من خلال يعني من خلال حسم المعركة العسكرية لصالح الشرعية، وكذلك قد يتم من خلال ضغوط المجتمع الدولي على هذه الميليشيات الحوثية، لأنه ربما التماهي والضبابية في المواقف الدولية تجاه ممارسات الحوثية ربما أعطاها ضوء أخضر لأن تستمر في عملياتها القتالية ضد الشعب اليمني. إذن أشكرك أستاذ باسم الحكيمي المحلل السياسي، كنت معنا عبر الهاتف من تعز، شكرا جزيلا لك، كما هو شكر موصول لكم مشاهدينا الكرام على حسن المتابعة والإنصات. إلى اللقاء.